لالاي لالا واي لالاي دالالي. نويد يا تبرادوس مامي دوالي والنايرة نتنتغر إلين دي سنتي سمحان غالشباب يغديتون جمع غي نرايك الخير ورقيغ العدون نوني. السلام عليكم ايت نحيت السلام في اللون كان على الشكايات هاد اللي سنا ان شاء الله الجنس المعنيين حتى ديال السيد وزير الداخليه هكذا تيا على الجمعيات اللي كل اساس طبعا نسن في انتظار غنكمل ان شاء الله زكات اللي قمنين باش تنصاد يتمازال كان الشكايه معززه بالصور اغتصاب الوكال اللي نهت مازال اللي قيس السيدي هكذا تسوقل يعني اختتها تين وزير الداخلية اختتها تين العام إلى السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم تيرودان اختتها تين إلى السيد قائد القيادة والقضي كانت تقريبا كانت ستة ليزيكزومبلير كراد على الجنس ذا المعنية زرغوي سنة ذا الوزير ذا العامل ذا القيد كرا ذا راه تقيز نضبعانا بأن ما يسغون الشكايات كنا نتمنى التوفيق إن شاء الله ديال ربي تسير بكل عليكم هذا كاين غرا ربي قالت في الأخ الوكيل إما غايد نتمني دي جلاية خا غراس هذا خيا وقصيد يصحى نرتينيخ يا الحق جينا زازوف ويلي توريرين أضفني دبول كنو زكا لنو نسوس أضفن الحدود نسحي الحيلات ما سطين كيد باب نسو اللي تعمرن أزور ناس دي بوتا جانتي الشغلات مقاراك الشلو زير ويتي سراتين نظرك الحق اللي دار سورتنا كنطاف أتلا الحرية درس رايك النران عمدان مدى سجن رايش شاكوراي أهيات هطايا دور كانو فاسفار أرحال اسم الهم فوليني تلان ألالوف نور مد يكسر الحروب أجانيت بولا سوزنتنا كوري السنيان مقارن سمومي في العامل ورتني النيرور وريلي الحق ختما زير تورات نتناي أو الناي لا نفودي شوالنا توريلين يكتني أنا زمزورت أنكوي مطيل يفوغ لعدوتها ما زيرت نحرر ركال يوالات بوغا باغوين فلاس الميرات يا ويد الرسوم اللي دي فلا فلاساسين اغي اللي دفلا جدود من خيرين التاوين يدي سور لي خلعيم يختا كورن خاصيم نيلي غوا الشهر بيداس ناخت نوراوين اي دانيان العرب انس افلاس يموت طوال هذا كاين غرا ربي قالت فلا خلوكيل إما غايد نتمني دي جلاية خا غراس أكو كان يعاون بكا تسلا كتم عن قنيف مو عن طمضون تي كلي سني جو قرات قالو وقت إيه كلي سني جو قرات قالو وقت الترزان دي نحكي جانب كديد كلا كلو يعني جاني شحين وانا في البلاد يتو الخير منس وراسو لقيسكز ولا سروات نولا رنسو لقتو زو طيخ في مارس جانا يتلي فيها زوكين زيكال نوي اللي زرينين كي جانا سخوف نغي اللي دفني قدر نخلا نام تالله كبار ورنود زلاح وقنس أزقر دولو زاد السلس مغاين ورجل سلم فردولا لسالات ناري تمغرخني جيزا الحلوفت
كراو داك اللي فقال ريتي مغروخني جيت على حلو فطرتي زوري كرد ما وخونا عمر ما صنديبو غاباني كي زيز كي اللي خن بلا سبب يساس كان يوس إينا كايرا خاني غوارا شنس وكان أرجسي التربولة وحشني نساس نهرة تيزن زوغاي خشاور ولا يتسيت يا ابن سامورانت سامور هو عرب ماني تلاكن ننا تغزو تروي الجران خفوس أخو كان فرد نتاقوي سولا توري وفانا بمتني زاري خليفيس وكان يلقي وغادي كنت سوك وكان يدفر طور عن جنس الموض عيمي وقورا خادي التوي قاين ايدي سوري لهم دناي سوال ميش ودري سيدي نانسي مين سايت ودري مركز نويني موتن ويلي زيغورنا زوري لينيخ إلا غنى اللي الزنزانة يتلمود عي خسيف كوا عربي ميك خفاس آرسي مال من اللي خرنيكس تانوض في النايل قلنا استتاوي آرسي تيني غادو ربكي حاضر تاغ من قيسة تذكر قلب إيه عاون سلا درزي مقفولنس يخوري الطفل مجرعي سنتيفك انا ونغني كي دران سامون تقرد جارك كي سكر لاطر يا ونسو لعزو غينك سقايت الله اكبر رسول سيسا حالك يا ربوس الله اكبر رسول I'm
ولا الرايسي ولا
الوطن كله تبقى صايمة زي غني. خوتي المغاربة السلام عليكم. اليوم 2/6/2022 كان تواجد في الخرجة ديال مدينة تيزنيت، هذه 8:30 ديال الليل. شوفوا شحال ديال الشاحنات كلهم مشارجين بالبهيم. تصوروا معايا، هادو شركات متنقلة، شركات متنقلة. هنايا كاين المئات من رؤوس الأغنام وغادي يمشيو يطلقوهم في شي أراضي ديال مالها، وغادي يديروا الكوارث للساكنة العزل، والسلطات المحلية ما كتحمي حد. أنتم شتو أشنو كانوا داروا ولا اش كيديروا في شتو كأيتباها، اشنو كيديروا في تارودانت، اش داروا للناس نواحي تيزنيت. وهاد الشركات المتنقله كيقول لك ما عندش البهيم ديالنا ما ياكلو. يا خويا ما عندكش ما يتكال، كاي صاحب مشروع بيع، سير حيد اخويا، واه تعدى على الناس باش توكل بهيمك وتشربهم. شوفوا شحال ديال الشاحنات، كتير 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 هادشي. وكل شاحنة تقريبا جوج ديال ليزيطاج فيها. هادشي في الخرجة ديال مدينة تيزنيت. شوفوا شحال، الله أعلم فين غادي هادشي كامل. شوفوا الشاحنات مشارجين، شوفوا الشاحنات ومزيد من الشاحنات. العلم الله فين غادي هادشي كامل، وعلى من غادي يهجموا عاوتاني. هاد الشاحنة هازة يمكن غير التموين، لان شتا هز هذاك القياطن ولا جاك شي الخيم. شوفوا الصف ديال الشاحنات مازال تما. انا غادي نقربوا ليهم. السلطات المركزيه في مدينه الرباط خاصها تلقى شي حل لهاد الشركات المتنقله. هادشي راه الملاير ماشي الملاين، وما كيخلصوا لا ضريبه لا حتى حاجه، وبدعوى الامن، توفير الامن الغذائي. خويا كاع بغينا نوفروا الامن الغذائي، ولكن نخلصوا الضرائب ونعلنوا شحال عندنا ونصرفوا على المواشي ديالنا وما نتعداوش على الناس. ماتريكولات كلهم ديال 50، كنشوف الماتريكولات 50. هادو النواحي يمكن اسفي جديده دوك المناطق. احنا مورا واحد اخرين. مزيد من الشاحنات، وهذا كونفوي. ماتكولات بين عاوتاني السهرة 68 70 ديال الداخلات و 60 العيون. واحد شاحنة داخلة، ولا لا 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 واخا لا لا لا، وما تاخذات وتدور تميمتي. والله يدير شي تسوبة بخير. واش فراسكم؟ انا كثير هذوك الشاحنات تعبني. واش صافي
واذا بي كنتلقى عاوتاني صف واحد اخر ديال الكاميونات. شوفوا شحال ديال النعاج. ها انتم هذاك الصف ساليناه واحد، ها الشاحنه الثانيه، ها الثالثه، ها هي مشارجيه، الشاحنه الرابعه، وهذه قافله عسكريه. ها الكاميو الخامس، زيدها على 13 الكاميو، هي 18 الكاميو هادو عامرين. شكون مول هاد هاد الخير كيتسرى به بحال هكا وكيتعدى على الساكنة العزل في البوادي والقرى ديال جهة سوس ماسة؟ وعرفتوا علاش غاديين غير بالليل؟ حسب معلومات ديال الناس اللي عارفين في هذا الملف، كيتحركوا بالليل باش كيمشيو يخويو فشي بلاصه بلا ما تعرض لهم الساكنه. يعني حتى الساكنه ملي كتفيق الصباح وكتلقى كتكون امام امر الواقع، ما عندهم ما يديروا، ما عندهم ما يغوتوا، ما يتعرضوا لهم لا حتى حاجه. ايوا قلنا دوك الشاحنه 18 شاحنه، وراهما عاوتاني شاحنات وحده اخرين القدام. وشوفوا نتوما شحال ديال الشاحنات ديال البهايم. ولا يتيا يا بن سامورانت تامر هو عرب مانيت، لكن ننا تغزو تروي الجران خفوس اخو كان فرد نتاق ويسولا تشوري وفانا بمتيني زاري خلي فيس وكان ينقوا غادي كنت سوك وكان يدفر طوران جنس الموض عيمي وقورا خادي تاوي قاين يا دي سوري داهم دناي سوال ميشو دريسا يا دينا نسي مين سايتو ادري مركز نوايني موتن ويلي جاغورنا زوري نينيخ إلا غيما نزنزانا يتنمود عي خسيف كوارا بينك خفاس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سكينة ديال الدوار زغر ومسلف امامكم جماعة تمليلين قيادة عيط عبد الله عملة تلدمت الرحال يسمى بالرحال ليس له برحال. هذا مشروع ديال الناس اللي عندهم سلطة في البلاد او واصلين عند بالهم، هاجمين على دوار في الاملاك ديالو، في عرضه، في شتمه بالسيوف. يعني هاد السيوف اللي كنشوفو ما شفناهمش في البلدان اللي فيها السيف اكثر من القانون. انا باب الله وبالصلاة، حسبي الله ونعم الوكيل. ملكنا محمد السادس نصره الله، المسؤولين اللي عندنا في قيادة ديالنا ما قاومينش بالوزير، مغلوبين تهم على امرهم. اعطيونا حل، ها الدرك، ها القيادة، ها الناس كتشتم وكتموت، ها العرض ربي. يا مسؤولين، يا دولة إسلامية، يا دولة قانونية، أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الطفل؟ أين حقوق الرجل؟ السمية اللي عندنا في هذه البلاد، هذه البلاد كارهة من كاره أو فارحة من فارح. المسطرة اللي نازلة على المواطن المغربي ما نزلتش على الرحال، يسمى بجكان، يسمى بالرحال، ما نزلتش عليه مسطرة قانونية. عيب وعار، هانتوما هالناس غتموت، هالهجوم، هالسلطة وما قضياش. آخر كلامي، السلطة الوحيدة حسبي الله ونعم الوكيل.